قليلة. الإحساس بأن كل شيء في مصر أصبح مرهون حول المؤتمر الاقتصادي وهذا الحشد الكبير خلفه، على قد ما هو في إحساس بالأمل لكن في إحساس أيضا بالقلق. يعني هو زي ما حضرتك تفضلت، الحقيقة هو المؤتمر حدث مهم جدا، والحقيقة من يعني مصر ما سبقش ليها أنها تنظم مثل هذا المؤتمر على المستوى الدولي خلال السنين الطويلة الماضية، فهو الحقيقة حدث مهم في روح وفي رغبة دولية وإقليمية بمساندة مصر وبمساندة جهود الحكومة في إصلاح مناخ الاستثمار وجذب استثمارات خلال الفترة القادمة. لكن زي ما حضرتك بتقولي هو المؤتمر مجرد بداية، الحقيقة مش المؤتمر منتهى الأمال بتاعتنا ان احنا ننجح في المؤتمر، لكن هو بداية مهمة جدا ان احنا نكون حطينا ووصلنا للعالم رسالة قوية ان احنا مصر بتعود وبتعود بقوة الى خريطة الاستثمار العالمية اللي هي غابت عنها تقريبا خلال السنوات الماضية. عندنا حلم كبير لمصر الجديدة اللي احنا بنحلم بيها هل كلنا. هل المؤتمر هو اللي هيحط هذا الاساس وهو اللي هيقول ان مصر عادت للاستثمار ولا لا؟ يعني ده مهم جدا ان احنا يعني مش مصر عادت للاستثمار، ان احنا نرجع مصر الهدف لخريطة الاستثمار. ده هدف اساسي جدا، لان احنا زي ما قلت لحضرتك ان مهم جدا العالم ما كانش شايفنا تقريبا كاستثمارات خلال السنوات الاربع الماضية على وجه التحديد، وبالتالي مهم جدا ان احنا نقول والله احنا مصر راجعة وراجعة بقوة رغم التحديات الكبيرة اللي موجودة سياسيا وامنيا واقليميا وعالميا، لكن احنا عندنا ارادة سياسية قوية، عندنا رؤية طويلة الاجل لمصر محددة ومحددة الملامح وعلى مستوى كل قطاع من قطاعات رؤية الدولة محددة ومحددة المعالم. المؤتمر الاقتصادي نسبته قد ايه فيها؟ المؤتمر الاقتصادي بداية زي ما قلت لحضرتك، مجرد ان احنا مجرد بداية. احنا مصر الحقيقة احنا محتاجين نستعيد معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة ونحقق معدلات اعلى من النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، مش بس نمو اقتصادي ولكن نوعية اخرى من النمو الاقتصادي ان احنا بنسميه النمو الاقتصادي الاحتوائي اللي هو بيحتوي الجميع وبيحقق المعادلة الصعبة بين النمو والعدالة الاجتماعية. محتاجين ان احنا علشان نحقق ده تقديراتنا في الحكومة ان احنا محتاجين حوالي 60 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة على مدى الاربع سنوات القادمة. مؤكد المؤتمر هيكون فرصة اولا طرح فرص الاستثمار اللي موجودة عندنا في مصر، طرح رؤيتنا التنمية طويلة الاجل، طرح الخطة الاصلاحية اللي احنا بدأنا فعلا في تطبيقها على كل المستويات اللي من ضمنها تحسين مناخ الاستثمار والإطار التشريعي.